تمنيت لانني ما كنتش عارفه انني مع الحفل مع دنيا باطمه. وفاش عرفت قالتها ليا نجا صابر وقلت لهم اكيد يعني كيشرفني انني نكون في الحفل تكريم ديال دنيا باطمه. وفوالا هادشي اللي كاين. الجديد ديال حنان الخضر انه ان شاء الله عندي بزاف ديال العروض، سواء منتجين وملحنين انتاج اغاني ويكون خير. كاين مسلسل ان شاء الله رمضاني سميتو سمرقند تاريخي، ان شاء الله يكون خير. وكاين اغنيه ان شاء الله في الطريق، ولكن غير خاصني ندرس هذا الموضوع بزاف لانه ماشي سهله اجي وتخرج اغنيه، خاصها بزاف ديال تدرس ليها بزاف الاغنيه ان شاء الله ويكون خير. صراحه ما كنتش كنتوقع انه هذا يكمل هائل ديال الناس اللي كيبغيوني، ولكن كنت كنتظر انه الناس كيبغيوني، لانه الواحد فاش كيكون بنيته ودار كيثابر وكيجتهد اكيد غيوصل. هما الفنانين كلهم هما اصدقاء، لانه ما عنديش شي واحد، ولكن اللي انا باقيه معاه الاتصال واللي كنشكرها بزاف 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 وكنحماق عليها هي دنيا، واللي ساعدتني بزاف الفنانه دنيا باطمه وفاطمه زهره العروسي اكيد. والا بغيت الى اسماء المنور طبعا، واللي كنحييها بزاف من هذا المنبر. وكاين بزاف يعني بزاف بزاف، كاين حاتم عمور اكيد، كاين بزاف ديال الفنانين.